انا مصطفى الساقزلي، انا اصلا من ليبيا، وحماسي لريادة الأعمال ولمساعدة الشباب الصومالي من خلال بناء وهيجسي وشراكتنا مع زمزم، مؤسسة زمزم وحاضنة الصومال، لأني أؤمن بأن الشباب من خلال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة يستطيعون تغيير الواقع للأفضل. نحن في ليبيا أجرينا عدة دراسات عن كيفية بناء الدولة والمؤسسات والاقتصاد، ووجدنا أن الحل لأغلب المشاكل، التطرف العنيف والإرهاب، الفوضى، الفقر، الحل الرئيسي لكل هذه المشاكل هو إعطاء فرص لحياة كريمة وفرص عمل للشباب. عندما يجد الشباب الأمل والطموح ويجد فرصة لحياة كريمة سيغير الواقع وسيبني الدولة ويبني الاقتصاد ويبني المؤسسات. شبابنا يتم دفعهم للجريمة وأحيانا الإرهاب والبطالة لأنه لا يوجد بديل لحياة كريمة. فدورنا في هيجسي، في زمزم، حاضنة الصومال، في بناء، هو مساعدة هؤلاء الشباب لإنشاء مشاريع صغيرة والمساهمة في بناء الاقتصاد وكذلك المساهمة في بناء المجتمع. فهذه المسابقات وهذه المشاريع ليست فقط من أجل فرصة عمل أو اقتصاد، ولكن هي من أجل بناء الدولة ومن أجل بناء المؤسسات ومن أجل انتقال بدولنا من التحديات التي تواجهها إلى النهضة وإلى التنمية وإلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة. شبابنا لا ينقصهم الحماس، لا ينقصهم الرغبة، لا ينقصهم التفكير، وإنما تنقصهم الفرصة والدعم من الدولة ومن المؤسسات. لهذا نحن نحاول أن نساعد في هذا الدور. قمنا في بناء مع شركائنا بإجراء دراسة عن منظومة الإيكو سيستم للأسميز في الصومال، ومن خلال الدراسة وجدنا أن الصومال فيها فرص كبيرة للشباب، فرص اقتصادية، وكذلك المنظومة تحتاج إلى مساندة ودعم. لهذا بدأنا بمساعدة حاضنة الصومال، حاضنة زمزم وحاضنة هارهب، وكذلك أقمنا مؤسسة بناء في الصومال بإدارة الأخ زيد وزملائه محمد ظاهر وباقي الفريق من أجل المساهمة في بناء الإيكو سيستم، المنظومة لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة. فهي تحتاج إلى حاضنات، تحتاج إلى منتورز، دربنا 20 منتور وكوتش في مجال ريادة الأعمال وبعض منهم موجودين معنا اليوم، وهؤلاء سيساعدوا الشباب في إعداد دراسات السوق، دراسات الجدوى، البزنس بلان. فنحاول مساعدة ودعم الإيكو سيستم الذي سيفتح المجال للشباب. كذلك نتواصل مع بعض المؤسسات المالية مثل قرقارة، سيد سليمان يشرفنا اليوم، وبشرة كذلك، وبعض المؤسسات الأخرى، لأن الشباب في نهاية المشاريع يحتاجون إلى access to finance، يحتاجون إلى تمويل لكي تتوسع هذه المشاريع. أنا رسالتي المهمة هي للشباب بالدرجة الأولى، أصحاب المشاريع، لأنهم هم نحن جميعا أتينا لخدمتهم، لأن من خلالهم وبصبرهم على مبادراتهم ومثابرتهم واستمرارهم في مشاريعهم يستطيعون تغيير الواقع ويستطيعون النهضة بالصومال. وهذا الكلام أنا أكرره كذلك للشباب في ليبيا،
شباب اللاجئين السوريين في تركيا وفي شمال سوريا. نحن بلادنا تمر بأزمة، لن يعني نتجاوز هذه الأزمة إلا بشباب من خلال المشاريع الصغيرة والتنمية الاقتصادية وبناء الدولة. فشباب هم من سيبني الصومال وعلينا دعمهم، ولكن الشباب كذلك عليهم أن يكون لديهم طموح ويكون لديهم أمل ويكون لديهم رؤية للمستقبل، أن هذا البلد يكون في مصاف الدول المتقدمة. لو تشوفوا كوريا الجنوبية مثلا، في الخمسينات كانت من أفقر دول العالم، كانت ثاني أفقر دولة في العالم، وكان بها حرب أهلية وكان بها مجاعة. ثم في الستينات والسبعينات والثمانينات شباب مثلكم قاموا بالبناء. الآن كوريا الشمالية من أغنى دول العالم ومن أكثر دول العالم تطورا، فبإمكانكم أن تصنعوا هذه النهضة وهذا النجاح. هذه رسالتنا لكم، وهذه أول زيارة لي للصومال، وإن شاء الله يكون في زيارات أخرى ونرى تطور ونرى نهضة للأفضل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.